إبراهيمي، نحمده بالقلب قبل اللسان، ونعوذ بنور وجهه من فتنة المال والجاه والسلطان. سجد له كل شيء، والشمس والقمر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المتمم لكل الشرائع والأديان، الساقي لأمته يوم القيامة إذا نصب الميزان. فصلوا عليه فإن صلاتكم من الله أمن وأمان، فأين الموحدون بالله؟ الهدف من ذكر هذه القصص أننا نعرف كيف ذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، لأن هذه الرحلة كانت لها أسباب. فقبل أن نذكر هذه الرحلة نذكر أسبابها. لماذا فعل الحبيب رب العزة بسيدنا محمد؟ وكان أول سبب هو موت السيدة خديجة، والسبب الثاني هو موت عمه أبي طالب. فأبو طالب كان لم يؤمن بسيدنا محمد، يعني ما آمنش بسيدنا النبي، بس كان بيحب سيدنا النبي جدا، لأن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تربى يتيما. مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه في السادسة من عمره، ومات جده بعد أمه في ريعان شبابه. فوصى جده عمه أبي طالب ليرعى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذه أبو طالب إلى بيته. وكان أبو طالب رجل فقير جدا، وحينما استضاف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم رأى بركة في بيته لم يرها من قبل. كان لما يجلس على مائدة من الطعام لم تكفي أبناءه، وحينما كان يجلس معه سيدنا محمد كانت المائدة ترفع كما كانت. يعني كان لما سيدنا النبي يقعد على المائدة بتاعت الطعام يأكل وكل ما في البيت، والمائدة تقعد يعني تقعد زي ما هي، فكانت ترفع المائدة كأنها لم ينقص منها أي شيء. فعرف أبو طالب أن هذا الشاب به كرامات لم يكن به أحد من قبل، فاستضافه وأحبه أكثر من أبنائه. وزوجة أبي طالب وهي تسمى فاطمة بنت أسد كانت تحب سيدنا محمد حبا شديدا، كانت تحبه أكثر من أبنائها، وآمنت به بعد وفاة زوجها. بعدما توفى أبو طالب آمنت بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان كفار قريش يعملون حسابا لأبي طالب، كان أبو طالب له كلمة بين قريش، فكان لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يقترب من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأبي طالب موجود. يعني كانوا كلهم بيعملون حساب لأبي طالب عم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أبي طالب كان بيدافع عن سيدنا النبي، أرادوا أن يقتلوه كفار قريش، ولكن أبو طالب حواه ورعاه ولم يستطيع أحدا أن يقترب منه، فمات أبو طالب. فحزن الحبيب حزنا شديدا،
ماتت التي كانت تواسيه وهي زوجته السيدة خديجة، ومات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه، فسماه هذا العام عام الحزن. ورب العزة حينما رأى الحبيب محمد بأن الأرض قد ضاقت به، فقال لسيدنا جبريل ومعه إسرافيل وميكائيل: اذهبوا إلى سيدنا محمد وقولوا له بأن رب العزة أراد أن يستضيفك في السماء. إذا كانت الأرض قد ضاقت بك فالسماء مفتحة لك. فذهب سيدنا جبريل ومعه إسرافيل وميكائيل، واستأذنوا من الحبيب محمد بأن يذهب معهم إلى رب العزة، وهي رحلة الإسراء والمعراج. ورحلة الإسراء والمعراج رحلتين: رحلة أرضية من بيت الحرام إلى بيت المقدس، ورحلة سماوية من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. فرحلة الإسراء والمعراج رحلتين. فقال سيدنا محمد لجبريل: هذا مقامي عند ربي، إن ربنا هيستضيف سيدنا النبي في السماوات العلى في مكان لم يستضيفه فيه أحد من الأنبياء قبل النبي ولا بعد النبي. هذا مكاني عند ربي، فكيف مكان أمتي؟ فقال له سيدنا جبريل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لأمتك كل اللي بترضاه لأمتك رب العزة يستجيبه لك. فقال له: الآن وقد طاب قلبي، فالآن قد أذهب معكم إلى ربي. أنا خلاص كده اطمنت بأن رب العزة يكرمني ويكرم أمتي. شوف سيدنا النبي يا أخواني، قبل البعثة وبعد البعثة وفي مماته كان يذكر أمته بالخير، يقول: أمتي أمتي يا رب. فالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان يذكر أمته في كل شيء. ورحلة الإسراء والمعراج لها عدة أسباب ولا نستطيع أن نذكرها في جمعة واحدة، ولكن في أكثر من جمعة وصلنا إلى هذا، ونكمل حديثنا في الجمعة القادمة إن شاء الله، وفي الجمعة ساعة إجابة. فارفعوا أيديكم معي في هذه الساعة لعلها أن تكون هذه الساعة هي ساعة إجابة. وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق يا ربي ولا يقضى عليك. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فبارك لنا فيه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.